لمزيد ينضم الينا من اسطنبول مراسلنا علام صباحات. علام، ما جديد المعطيات لديك وجديد التحركات ايضا لتطويق انتشار فيروس كورونا؟ بالفعل هذه الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها في ساعة متأخرة من الليلة الماضية جاءت بعد الإعلان عن الإحصائية الحديثة، وهي 37 حالة وفاة حتى الآن في تركيا ونحو 1700 مصاب في الفيروس. هذه هي الإحصائية التي أعلنها وزير الصحة التركي، وبالتالي بناء على هذه الإحصائية جاءت إجراءات جديدة، من بينها وعلى رأسها وأهمها هو تقليص يعني العمل في وسائل المواصلات العامة، بحيث تكون كل وسيلة تستخدم فقط 50% من طاقتها الاستيعابية من أجل تخفيف الزحام والأزمة في هذه الوسائل. نتحدث هنا عن وسائل المواصلات العامة، وهي معروف هنا في اسطنبول تحديدا أنها مزدحمة جدا في كل أشكالها، سواء في المترو أو الترامفاي أو الباصات العادية، الحافلات العادية، وبالتالي هذه محاولة جديدة من قبل السلطات التركية، تضاف إلى المحاولات الأخرى أو القرارات الأخرى التي كان أبرزها منع التجول لمن هم فوق 65 عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة، ومطالبات من الرئيس التركي والسلطات التركية لكل المواطنين الأتراك بعدم الخروج من المنزل نهائيا إلا في حالة وجود ضرورة قصوى لذلك. ومن أبرز القرارات التي صدرت الليلة الماضية أيضا تحديد عمل المحلات التجارية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 ليلا، وتحديد عدد الأشخاص الذين يستطيعون كل محل تجاري أن يستوعبهم بشكل يومي، وبالتالي هذا تقييد جديد يضاف إلى الإجراءات التي أعلنت في أوقات سابقة. ولكن رغم كل هذه الإجراءات يبدو أنه نوعا ما لا التزام في الجانب يعني لدى الشعب التركي في هذه القرارات، وبالتالي قد يقود هذا إلى قرارات أو يعني إجراءات أكثر حزما وحسما من قبل السلطات التركية من أجل إجبار المواطنين الأتراك على الالتزام التام والشامل بهذه القرارات وهذه الإجراءات. شكرا جزيلا لك مراسلنا من اسطنبول علام صباحات.